ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كرويا. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى، الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الركلة الثانية. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة، ضربة مذهلة. ثم مع الثالث الآن، يضعها على يسار الحارس، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. يضعها في المنتصف، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. تصدي رائع، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. الشناوي إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز. لا، يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. جاء دور الركلة التاسعة واللاعب التاسع. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. دراما كروية كيف ستنتهي مع اللاعب الأخير في قائمة اللاعبين. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الكرة في الاتجاه الآخر. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. كرة ضائعة مرة أخرى. الشناوي هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد.
الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ وهدف ويقفز الجمهور من الفرح بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. والآن الدور على محمد صلاح، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، روعة في التنفيذ. حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى، يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. عمرو وردة يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محمد النني يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، الله، ينجح بالتسجيل بسهولة كبيرة. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. طارق حامد يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. أيمن أشرف، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. أحمد المحمدي يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، يا هدوءك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. والآن الدور على حجازي، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. أنهت هذه الركلة المباراة. مصر فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة. على الرغم من صعوبة المباراة نجح الفريق في الانتصار في النهاية. كانت مباراة صعبة.